كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى، وأن مثل هذه الحكومة يتوقف على أسس التوعية، التنظيم، أصول الحركة العامة، السلام ذكرناها في حلقات، والأساس الخامس الاكتفاء الذاتي، وقد ذكرنا هذا الأساس أيضا في حلقات، والحلقة هذا اليوم حول الاكتفاء الذاتي في مختلف الأبعاد. معنى مختلف الأبعاد يعني القائمون بالحركة الإسلامية العامة التي تنتهي إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم إن شاء الله، يلزم عليهم أن يعمموا الاكتفاء في مختلف أبعاد الحياة، لأن الإنسان حياته تتوقف على المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، المركب، الزواج، الدواء، الثقافة، الزراعة، الصناعة وغير ذلك. اللازم على الحركة مراعاة أن يكون المسلمون ذا اكتفاء في كل الأبعاد. مثلا بالنسبة إلى الزواج، يجب أن يعمل الرجل وأن تعمل المرأة كلاهما، لا أن المرأة تتصور أنها ربت بيت وخلقت للأكل والشرب والاستهلاك وإنجاب الولد وتربيته فقط. لا، الزواج يجب أن يكون أولا بسيطا غاية البساطة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: خير نساء أمتي أقلهن مهرا، فالمهر كلما كان أقل كان خيرا. وقد ذكرنا في حديث أنه يظهر من بعض الأحاديث أن مهر أزواج رسول الله كلهن ومهر بنت رسول الله فاطمة عليها الصلاة والسلام كان معادلا ل18 مثقال من الفضة. وكذلك بالنسبة إلى بساطة أجهزة الزواج، لا يلزم التجمل، لا يلزم اشتراء البضائع الأجنبية والتكديس منها في الدور، لا يلزم البيت المنحصر بالزوجين. وكذلك نعمل كما كان يعمل آباؤنا السابقون في أن الزواج كان بسيطا، فالزواج البسيط سهل، الرجل رجل والمرأة مرأة، وإنما يمكن تلاقيهما في عش سعادة وزوجية للتعاون بالسير في درب الحياة إلى منتهاه بإذن الله. فالزواج البسيط، ويكون جهاز الزواج أيضا من صنع الوطن، الوطن الإسلامي الكبير. أما الثلاجة والغسالة والتلفزيون وما أشبه والأجهزة الأجنبية الخارجية فإنها كلها تجملات لا لزوم فيها، والذين هم
يجنحون إلى هذه التجملات هم الذين لا يتمكنون من التقدم إلى الأمام، فهم أسراء التقاليد وأسراء الأعراف المنحرفة وأسراء العادات المالوطة، وهؤلاء لا يتمكنون من التقدم والنهوض بالإسلام إلى الأمام وإقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم. ففي بعد الزواج يجب أن يكون الزواج ذا اكتفاء ذاتي وبسيطا إلى أبعد حد من الممكن. رحم الله والدي، نقل أخت والدي عمتي لما تزوجت برجل من عائلتنا وأصبح فيما بعد ذلك الرجل المرجع الأعلى للمسلمين، وهو السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، قال الوالد: كان الفرق بين قبل ليلة الزواج وبين ليلة الزواج أن البنت، يعني أخت والدي عمتي زوجة المرحومة السيد عبد الهادي، كانت في ليلة قبل الزواج هيأنا لها ثوبا جديدا وفراشا جديدا فقط، وإنما تشريف الزواج أنها انتقلت من غرفتنا إلى غرفة ابن عمنا السيد عبد الهادي، وقد عاش سعيدين وارتفع في مدارج الكمال. بساطة الزواج، فإن البساطة توجب نوعا من الاكتفاء الذاتي، هذا بعد مثلا. بعد آخر بعد الدواء، ففي بلادنا الإسلامية أكداس من الأدوية المختلفة النباتية والحجرية والمعدنية والحيوانية ونحو ذلك، فلماذا نحن نحتاج إلى استيراد الدواء من هذا البلد أو من ذاك البلد؟ وإنما يلزم علينا أن نكتفي بعقارات في بلادنا مثل الأدوية السابقة والتي جربناها من أول الإسلام إلى قبل قرن تقريبا، ورأينا من تلك الأدوية الشفاء الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلا في إيران وحدها أكثر من 3,000 قسم من النباتات الدوائية، في مصر، في باكستان، في أفغان، في سوريا، في العراق وفي غيرها أدوية كثيرة نتمكن أن نستفيد منها. والطب الإسلامي الذي هو مزيج من الطب اليوناني والفارسي والهندي والصيني بإضافة المعلومات الإسلامية التي أضيفت إليها، طب غني إلى أبعد الحدود. ليس معنى ذلك أن نترك تقدم العلم في الطب، بل معنى ذلك أن ما دمنا نريد استقلال بلادنا وإنقاذ 1,000,000,000 مسلم، يجب أن نكتفي بأقل قدر من كل شيء. فإذا اضطررنا لنفرض إلى دواء أجنبي فذلك الاضطرار، والضرورات تقدر بقدرها كأكل الميتة ولحم الخنزير والخمر، وإلا يجب علينا أن نقتنع ونجعل الأصل الاكتفاء بالأدوية التي توجد في بلادنا وتصنع في بلادنا تحت نظر أطباء يونانيين إسلاميين وما أشبه. هذا أيضا بعد من أبعاد الحياة، وبهذا البعد أيضا نكتفي من كثير من الاستيرادات من الشرق ومن الغرب، ومن أسر الشرق ومن أسر الغرب. وكذلك في سائر أبعاد الحياة
الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، التربوية، العمرانية، الإعلامية. يجب علينا أن نجعل الأصل الاكتفاء بما في بلادنا، ونجعل مثل الضرورة وأشد من الضرورة الاحتياج إلى الشرق وإلى الغرب، وبذلك نتحول تدريجيا من أمة مستهلكة إلى أمة منتجة، وما ذلك على الله بعزيز. هذه الأمور تتجمع وتتجمع حتى تعطي الاكتفاء الذاتي. وقد رأيت في حديث قبل أكثر من 30 سنة أن أحد أمراء بني العباس، ولا أسميهم خلفاء لأنهم لم يكونوا لا خلفاء الرسول ولم يأتوا إلى الحكم باستشارة الناس المسلمين حتى نقول إنهم خلفاء عن المسلمين، وعلى أي حال أحد الأمراء العباسيين في سامراء أراد أن يرهب الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، فأمر جيشه أن يلقي كل واحد منهم عليقا من التراب، والعليق كيس صغير يجعل على فم الفرس أو الحمار أو ما أشبه، فأمر أن يلقي كل واحد من جيشه عليقا من التراب في مكان خاص، فألقى الجيش كل واحد عليقا من التراب في ذلك المكان، وهو قرب الملوية في سامراء الآن، فصار تلك الأتربة جبلا كبيرا جدا، والجبل باق إلى الآن، وأنا رأيته وصعدت عليه وهو قرب الملوية. يعني منذ 1200 سنة تقريبا أو 200 سنة تقريبا الجبل باق، لأن العليق الواحد وإن لم يكن يصنع ذلك، لكن تجمع العليق إلى العليق إلى العليق صنع ذلك، وإلى اليوم يسمونه أهل سامراء بتل العليج، وهو مكسر العليق، يعني ما يعلق من الكيس في فم الدابة. هذا معنى أن التجمع من الصغار سيصبح شيئا كبيرا، حتى إذا مر عليه 1000 سنة لا يتأثر أثرا يوجب ذهابه. وفي قصة أجمل من هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة كان في صحراء ولا حطب ولا أعشاب ولا أشواك في تلك الصحراء، فأمر صحابته أن يجمعوا الحطب. قال: يا رسول الله، لا حطب في هذه الصحراء. قال لهم الرسول: اذهبوا واجمعوا ما تمكنتم عليه من العشب والشوك وغير ذلك. فذهبوا وجمعوا شيئا كبيرا حتى صار شيء كثير من ذلك الحطب. قال لهم رسول الله: إنما أمرتكم بذلك لتعلموا أن هكذا تتجمع الذنوب، يعني لا تنظروا إلى الذنب الصغير بنظر الازدراء والاحتقار وأنه لا شيء، فإن الذنوب الصغيرة تتجمع وتتجمع وتتجمع حتى تكون جبلا من الذنوب. وهكذا أمرتكم بهذا الشيء ليكون مثلا، أي مثلا محسوسا ملموسا. الصغائر تتجمع سواء من العليق أو من الحطب أو من قطرات المطر التي تصبح أنهرا وبحار أو من غير ذلك، فعلينا في
في مسألة الاكتفاء الذاتي أن نعمم الاكتفاء الذاتي بكل الأبعاد، لا في بعد واحد من الحياة، بعد الولادة، بعد الموت. لا يحتاج الولادة إلى تشريفات كبيرة، لا يحتاج الموت إلى تشريفات كبيرة، لا يحتاج الزواج إلى تشريفات كبيرة، لا يحتاج المرض والمريض إلى تشريفات كبيرة، وحتى الزراعة لا تحتاج إلى تشريفات كبيرة. إن إذا لم نتمكن من التراكترات في الزراعة، التراكترات التي تصنع في بلادنا الإسلامية، لابد لنا من أن نرجع إلى الكرابي والثيراني وما أشبه. وهكذا لا نحتاج إلى التشريفات في بيوتنا، في ملابسنا، في فرشنا، في سائر أجهزة حياتنا، مآكلنا، مشاربنا، مراكبنا. مثلا لا نحتاج إلى أنه نستورد السيارات من البلاد الأجنبية للسفر وللنقل وما أشبه، وإنما يجب علينا في صدد الاكتفاء الذاتي أن نركب الدواب، وكما يقول الله في القرآن الحكيم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نساؤنا يغزلن في البيوت وينسجن بأنفسهن، ومن الممكن صنع الزوال في البيوت حتى بسبب الأطفال إذا لم يكن شاقا عليهم. وكذلك يمكن أن نربي الدواجن في بيوتنا. افرضوا مدينة ذات 1000 دار، وهي مدينة صغيرة بطبيعة الحال، وبالأحرى تسمى بالقرية. إذا كان في كل بيت شاة، هذه الشاة تعطي الولد، تعطي الصوف، تعطي اللبن، تعطي مشتقات اللبن من الزبدة والدهن وغير ذلك، فكم يكون عدم احتياج هذه القرية الصغيرة بالنسبة إلى اللحوم والشحوم والجلود والأثواب التي تصنع من الصوف وغير ذلك. وعلى هذا المعدل، فإذا بنينا على الاكتفاء الذاتي، يجب أن يكون الاكتفاء الذاتي ممتدا إلى مختلف جوانب الحياة. فإذا صنعنا هذا الصنيع وأخذ الله بأيدينا وعلم منا الصدق، كما يقوله الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر. فإذا علم الله منا الصدق وعملنا وسهرنا وتوكلنا على الله واتحدنا ورصينا الصفوف واجتمعت كلمتنا ذلك اليوم، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى في منحنا حكومة 1,000,000,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.